إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول أيضًا جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. من خلال ما ذكرناه، المولى جل وعلا منذ أن خلقت السماوات والأراضين، الأشهر عند الله 12 شهرًا، منها 4 أشهر حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أي إن القتال كان محرم في هذه الأشهر لأنها أشهر الله سبحانه وتعالى، حرم فيها إراقة الدماء والظلم والبغي، وحرم في هذه الأشهر الأشياء التي أحلتها الجاهلية. لذلك من يرتكب ذنب في هذه الأشهر يضاعف له العذاب، إن كان يعني من يرتكب السيئة يضاعف له، كما أنه من يأخذ حسنة تضاعف له، يبقى الحسنة بتضاعف والعياذ بالله، والسيئة تضاعف أيضا. منها 4 حرم: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أوعى حد يظلم نفسه ويرتكب المعاصي والذنوب في الأشهر دي، وخاصة في 10 أيام اللي احنا فيهم دول. ليه؟ يقول ربنا جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي دي الأيام المعلومات اللي ربنا بيقول ليذكروا اسم الله، تفضل تذكر ربنا في الأيام دي، وانت قاعد وانت واقف وانت ماشي وانت في شغلك وانت بتاكل وانت بتشرب، اذكر ربنا في الأيام دي، ذكر ربنا يبقى رطب على لسانك. يقول المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أو العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه الأيام، يعني الأيام 10. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا الأيام دي أفضل أيام عند ربنا؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه الأيام 10. طب الجهاد في سبيل الله، قال لك الأيام دي العمل في الأيام دي أفضل من الجهاد في سبيل الله، الخير اللي تعمله أفضل من الجهاد في سبيل الله. أيوة، إلا واحد طلع بفلوسه، خد كل ماله، خد الفرس بتاعه والسيف بتاعه وطلع وقاتل في سبيل الله ومات شهيد، حتى الفلوس بتاعته والفرس خدوا العدو فلم يرجع من ذلك، هو الوحيد ده اللي عمله يساوي عملك. الأيام اللي احنا فيها دي أفضل أيام السنة. أنا بقولها لحضراتكم، أفضل أيام السنة 10 دول. ما من أحب إلى الله، ما من أيام أحب ربنا العمل فيها من دول.
واحد يقول للصلاة أقول له لو صليت الظهر في الأيام دي أو العصر أو أي فرض من الفرائض ثوابه أعظم من أي عصر تصلي في أي يوم تاني. العشر أيام دول الصلاة فيها ثوابها أعظم من الصلاة طول السنة حتى في رمضان. سبحان الله، العشر أيام دي أيوة. لذلك لما المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقول لك أحب إلى الله، يبقى ربنا بيحب كل عمل تعمله في الأيام دي. الصدقة اللي بتطلعها في الأيام دي والزكاة بتاعة المال بتاعتك أو بتاعة التجارة أو الزرع أو الصدقة أو أي زكاة تطلعها في الأيام دي ثوابها أعظم من اللي كنت بتطلعها في رمضان. الناس كلها تقول لك أنا أخلي الزكاة لرمضان، أتصدق كتير في رمضان، طب العشر أيام دي الثواب بتاع الزكاة والصدقة أفضل من رمضان. تخيل دي بقى الخير اللي بتعمله في العشر أيام دي أفضل من الخير اللي عملته في رمضان وغير رمضان. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله وأحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. أعظم عند ربنا وأحب لربنا العمل في العشر أيام دول إنك تحافظ على الصلاة في مواعيدها، إنك تحافظ على النوافل، صلي لك ركعتين لله كل مدى كده قوم صلي ركعتين لله، ثوابهم أعظم من أي ركعتين لله صليتهم طول السنة. حافظ على الفرائض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى الصلاة، صلاة النافلة والفريضة، صلة الرحم، اوصل الرحم اللي انت قطعتها دي، اوصل ابوك وامك وعمتك واخواتك وجرايبك، لان ثواب صلة الرحم النهاردة في العشر ايام دي افضل من ثواب صلة الرحم اللي قبل كده. يعني ان كنت هتاخد على وصال الرحم في الاول 100 حسنة دلوقتي اجرها الله اعلم بيه اضعاف وضعفة، لان دي احب حاجة لربنا انك تعملها. رد المظالم لاصحابها اللي ظلمته واللي كلت حقه واللي عاوز تاكل حقه واللي وعدته تديله فلوس وما عطتوش واللي وعدته تديله ارض وما خدهاش واللي وعدته تقول له خدها سلمك البيت في اليوم الفلاني وما سلمتوش واللي وعدته تنفذ الوعد معاهم واخلفت. طب ازاي هتعيش العشر ايام دي؟ ازاي هتعيش وانت ظالم؟ هو انت ضمنت عمرك لما تسدد انت معاك النهارده ادفع، ما انتش عارف اللي وراك هيسدد ولا لا، ما انتش عارف اللي وراك هيعملوا ايه. اخلص من حقوق العباد النهارده وانت في الدنيا، اخلص من حقوق العباد، اخلص منهم النهارده بكره مفيش. النهارده بتقدر تمشي على رجلك بكره يمكن ما تقدرش تتحرك. النهارده لسانك بيتكلم ممكن تيجي ترد المظالم لسانك يقف، العيال حتى ما يبقوش عارفين انك تقول ايه، حتى لو حبيت تكتب ايدك تقف. اخلص يا اخواننا من النهارده، سددوا الديون اللي عليكم، سددوا مظالم العباد، ده الظلم ده دين على رقبتك، دين في رقبتك هيمسكك منه صاحب يوم القيامة. ادي الناس حقوقها العشر ايام دي، لو عملت الخير ده ثوابه ما يعلم به غير ربنا، هو اللي هيديك. يبقى رد الحقوق والمظالم، صلة الرحم، الصلاة، القرآن. لو قريت كل يوم 3 أجزاء بس وختمت فيهم القرآن أفضل من 100 ختمة ختمتها في رمضان. شفت بقى، شفت أنت عايش في أيام كبيرة إزاي؟ شفت أنت عايش في أحلى أيام عمرك؟ ما أنتش ضامن السنة الجاية هتعيش الأيام دي ولا لأ؟
ما انتش ضامن تقوم من مكانك تروح ولا لا. يبقى اشوف نفسي، ادور على حالي، ادور على نفسي، اشوف حالي قدام ربنا ايه وفي القبر ايه. ده الواحد بيخاف يوم احسن يموت ويبقى عليه جنيه لواحد، بيخاف يموت. ده انا وقفت مع نفسي النهاردة بجيت ابكي اقول يا رب ان كنت ظلمت حد في كلمة واحدة بس رج قلبه علي يسامحني، في كلمة، مش في جنيه ولا في مية ولا في 10,000 ولا في 100,000، في كلمة يا رب رج قلبه خليه يسامحني. نبكي زي الاطفال، القبر مش هناخد حاجة معانا فيه. لو قريت كل يوم 3 أجزاء هتختم القرآن في 10 أيام دي، مش هتعرف تقرأ. افتح المصحف يا اخي وقلب صفحاته كده، هيشهد عليكم القيامة. هقول يا رب ده مسكني وشاف الصفحات بتاعتي، الكلمات هتشهد لك يوم القيامة قدام ربنا. المصحف اللي مسكته ده هيشهد لك قدام ربنا يا اخي. اسمع إذاعة القرآن الكريم، اسمع أي قرآن من أي حد. يبقى القرآن ما تهجروش. قيام الليل، لو قمت 10 ليالي دول أفضل من القيام اللي انت صليته في رمضان. شفت بقى، عاوزك تخلي 10 أيام دي بينك وبر جسمك ده يطلع نظيف، عاوز جسمك ده يطلع أبيض زي الورد شفاف، ريحته أحسن من ريحة الورد والعطر والياسمين. عاوز عينيك تطلع كلها مليانة بالخير، عاوز قلبك يبقى أفضل من البفتة البيضة، عاوز السواد اللي جوه القلب ده يطلع في 10 أيام دي. عاوزك تاكل حلال، تنظف نفسك من الحرام، تنظف بيتك وعيالك من اللي انت دخلته وعارف مصدره ايه، ترد مظالم العباد، تاخد عيالك في حضنك. كفاية، شوف جارك، شوف جارك اللي ظلمته، امشي عليه وخده في حضنك وسامحه وخليه يسامحك. كفاية ظلم. 10 أيام، 240 ساعة، 240 ساعة مش هنقدر نطلع منهم نضاف، نطلع منهم مع الناس سيئة واحدة، ذنب واحد. 10 أيام فيهم الحج، فيهم يوم التروية. يوم التروية ده اللي الحجاج بيشربوا فيه يرتووا من زمزم علشان ربنا يرويك يا أخي بكرة وبعده. ده يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس، هيبقى العرق لاجم حنكك، العرق هيغطي دماغك كلها. يا اخوانا احنا النهاردة في وسق، بكرة مش عارفين هنبقى فين، المراوح شغالة والتكييفات شغالة ومش طايقين نفسنا، امال القبر هنطيقوا ازاي؟ امال النار دي اللي اتجاد عليها 3,000 سنة، ربنا جاد على النار دي 3,000 سنة، نار قديلها ولعت لما تحط شوية جياد وتولع فيهم ساعة وتتفرج، دي 3,000 سنة ربنا بيولع في النار دي، هنبقى ايه؟ لا، يوم التروية يوم حلو، يوم عرفة. 10 أيام دي ازاي هيجي عليك يوم عرفة وانت ظالم؟ ازاي هتصوم يوم عرفة وانت واكل حقوق الناس؟ ازاي هيجي عليكم عرفة وانت بتوكل ولادك من الحرام؟ ازاي هتصوم يوم عرفة وانت ما صمتش عن الظلم، ما صمتش عن الناس وعن غيبة ونميمة الناس؟ عمرك ما مشيت بين الناس بالصلح، مشيت بين الناس بالخراب وبتقول انا عايش احلى ايام عمري؟ فين هي دي؟ ارجع، احنا لسه قدامنا النهاردة اول يوم. يبقى من بداية النهاردة نبدأ ننظف،
كل يوم كده لما بتستحمى جسمك بينضف. انت بتنظف جسمك من بره، انا عاوز ينضف من الذنوب، عاوز ينضف من الغيبة والنميمة والحقد والكره والغل، عاوز تخرج من العشرة ايام قلبك ده يحب كل الناس. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. يبقى العشرة ايام دي نوصل فيهم الرحم، نخلي بالنا من الاب والام، ابوك وامك هم جنتك ونارك، ما عرفناش بقيمتهم غير لما راحوا، وهم عايشين معاك النهارده جزمتهم حطها فيك دماغك، وظيفه ابوك ما تستعرش منها، ده انت تقف في وسط الدنيا كلها وتفتخر بالرجل اللي طلعك اللي انت فيه، تقف تاخد امك قدام الناس كلها وتفتخر بيها، ام اللي طلعت دكتور ومحامي واستاذ، ام اللي ما كانتش تعرف تفك الخط طلعت ابنها في اعلى المراتب العلميه، الام الفلاحه البسيطه اللي كانت بتلبي جلابيه بوسط عملت مهندسه ودكتوره وعالمه في الاثار، طلعت محاسب وتجاري، الام الغلبانه الطيبه الودوده اللي ما كانتش تعرف انها تحضر الاكل والشرب لعيالها بس وتغسل لهم هدومهم وتنظفهم، افتخر بيها حطها فوق دماغك، اوعى امك تنام ودمعتها على خدها بسببك، اوعى ابوك ينزل دمعه واحده من عينه علشان خاطرك انت، دموع الأب والأم غالية قوي، الدمعة الواحدة اللي هتنزل بسببك هتحرقك يوم القيامة، شيلهم فوق دماغك، ما تنامش ولا تقوم غير لما تشوف أبوك وأمك، لما تطمن على أبوك وأمك، لما تشوفهم كلوا ولا ما كلوش وشربوا ولا ما شربوش وناموا ولا عندهم ولا ماما، شوفهم، شوف أبوك وأمك، وكفاية هجر، ده مهما يعملوا فيك، ده مهما يسووا فيك، هيجي اليوم اللي تندم وتبكي، ما ينفعش ندم ولا بكى، قبل ما تبكي على اليوم ده اجري عليهم واضرب نفسك بالجزم انك سبتهم الايام اللي فاتت، حب على رجل ابوك وعلى رجل امك، حب على الايد اللي كانت بتنظفك من القاذورات، حب على الايد اللي كانت بتوكلك وتشربك، حب على الرجل اللي كانت بتشيلك وتمشي بيك، حب على الكتف اللي كان بيشيلك، حب على الراس، حب على العين اللي ما كانتش بتنام غير لما تنام انت، امشي عليهم وخدهم في حضنك زي ما كانوا بيحضنوك، امشي عليهم وبوط فيهم زي ما كانوا بيبوطوا فيك، زي ما كانوا بيقبلوك في اليوم 100 قبلة وانت صغير ويشيلوا فيك وكل ما يشيلوك يحبوك، حب على ايديهم وعلى راسهم، حب على هدومهم على الجزم بتاعتهم، حب عليها في العشر ايام دي علشان ربنا يسامحك في اللي عملته قبل كده، لو طلبوا عينيك اديها لهم، لو طلبوا روحك فداهم، كفاية اللي ظلمنا ليهم قبل كده، كفاية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عليكم عشر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره. اللي عاوز يضحي ممكن ما يحلقش شعره ولا ياخد من اي شعر في جسمه ولا يجلم اظافره في خلال العشر ايام دي او التسع ايام دي. واحد بيقول لي: طب انا وظيفتي كذا وانا مش هقدر وانا وانا وانا. خلاص انت براحتك، عاوز تعمل كده عشان تتقلد باخوانك الحديد اعمل، مش عاوز ما تعملش،
انا عايز اجص ضوافر جصها، انا هضحى ايوه بس في شعر في جسمي هحوشه خلاص حوشه، انا هضحي بس هجص ضوافر خلاص جصها مفيش مشكله خالص. اللي عاوز يعمل يعمل، ما يعملش الدين في ساعه كبيره جدا يعني. اعمل براحتك، ضحي ضحي. طب ما هو الاخوك اللي في الحج بيجي الحج يوم 8 وبيبدا الاحرام بتاعه من يوم الترويه وبيلبس ملابس الاحرام بعد ما بيعمل عمره التمتع، اللي واخد تمتع او القارن بيبقى على الاحرام بتاعه من اول ما ينزل، او المفرد بيبقى محرم من غير اول ما ينزل، ما بيقدرش يضاجع الزوجه، لكن انت هنا بتقدر تضاجع الزوجه، يبقى يحل ليك ان انت تشيل اي شعر من جسمك او تقص اي او تشوف اي شيل اي شيء من اظافرك، يبقى دي ممكن ودي ممكن. اخواننا افضل 10 ايام اهي هديه ومنحه من ربنا نطلع فيهم افضل مما كنا، نحافظ على نفسنا وعلى عيالنا وعلى بيوتنا، واللي بيشرب حاجات مش كويسه زي ما الاجر مضاعف الوزر مضاعف، زي ما الحسنه مضاعفه برضو الذنب مضاعف. ان عملت ذنب مضاعف يبقى بلاش اضاء، فلا تظلموا فيهن انفسكم، لان ربنا اقسم بالايام دي وقال والفجر وليال عشر. لما ربنا بيقسم بالايام دي يعني افضل ايام السنه اللي ربنا قسم بيها دي هي. لذلك يا احبتي في الله كل واحد فينا بطول ما هو قايم ولا نايم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لان حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام يقول فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يبقى اخوك هناك بيقول لبيك اللهم لبيك، وانت هنا بتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عاوزك تقولها طول ما انت بتاكل بتشرب نايم واقف جايم رايح الشغل جاي من الشغل حنكك ليل ونهار، يبقى فيه التكبير ده علشان ربنا يرزقنا كلنا حج بيته، وعلشان ربنا ينظف قلوبنا من اللي هي فيه. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عندهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أخرجنا من هذه العشر مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذه العشر يا رب ونحن صائمين قائمين متقبلين عندك يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين واستر عورات المسلمين، وبارك في شباب الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، انصرهم على العدو الصهيوني يا رب العالمين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، وحافظ يا ربنا على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا، وحافظ على مصر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.